بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، سنتأمل اليوم معجزة الأذان. طبعا هذه المعجزة انتشرت مؤخرا، وهناك بعض التساؤلات من بعض الأحبة حول تفاصيل الأحرف، لذلك أنا اليوم سأتأمل معكم بالصوت والصورة معجزة الأذان. هذا الأذان الذي نسمعه كل يوم 5 مرات، وقلما نتفكر في إعجازه. يعني كلمات الأذان هل جاءت عبثا؟ طبعا بعض المشككين يقول كيف تعتمدون على حلم لأحد الصحابة وتعتبرونه النداء الرسمي للإسلام، وهو مجرد حلم قد يكون من الشيطان. طبعا أيها الأحبة، نحن نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام كل ما قاله هو وحي من الله تبارك وتعالى، لذلك الله ألهم ذلك الصحابي أن يرى هذا الحلم أو هذا المنام، ويحفظ هذه الكلمات ليدلنا على أن هذا الدين هو الحق. كيف يكون ذلك أيها الأحبة؟ نحن اليوم عندما نكتشف إعجاز الأذان، نكتشف أن هذه الكلمات لا يمكن أن تكون قد جاءت بالمصادفة. نستيقن تماما أنها أولا ليست من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام، وليست من تأليف شاعر، وأن كل شيء يتم بأمر الله سبحانه وتعالى. في البداية أحبتي في الله، قلنا إن الحسن بعشر أمثالها، ونحن نعلم أن الأذان يكون في اليوم والليلة 5 مرات. ضرب 10، الحسنة بعشر أمثالها، إذن 50، الأجر يضاعف لك 50 ضعفا. والنبي عليه الصلاة والسلام نحن نعلم يوم الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج، أن الصلاة فرضت 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هي 5 وهي 50 صلاة. يعني أنت تصلي 5 صلوات وتأخذ أجر 50 صلاة. أول ما لفت انتباهي في الأذان أنه يتألف من 50 كلمة بالضبط. طبعا أنا دعوني أتأمل البرنامج هنا أيها الأحبة، برنامج إحصاء القرآن العظيم. طبعا أيها الأحبة، هذا البرنامج فيه ميزة هنا، أنك تستطيع أن تقوم بإحصاء كلمات وحروف من نص من خارج القرآن، أي نص تضعه يعطيك إحصائيات يعني كما تريد. أنا كتبت هنا الأذان، هذه كلمات الأذان أيها الأحبة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن الأذان يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله. يبدأ بالله وينتهي بالله، لا إله إلا الله. وانظروا معي أيها الأحبة، سأحاول أنا فقط هنا يعني ضغط العبارات قليلا لتظهر على صفحة واحدة. انظروا أحبتي في الله، هذه هي كلمات الأذان. يبدأ باسم الله وينتهي باسم الله. إذن الأذان أيها الأحبة الكرام يبدأ باسم الله هنا وينتهي باسم الله. لماذا؟ بكل بساطة، الله يريد منا أن نناديه هو فقط، يريد منا أن نعتقد أن الذي يضر وينفع هو الله، يريد منا أن نعتقد
أن كل شيء بيد الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد لله، هو عبد، وكل الأنبياء هم رسل وهم بشر وهم عباد الله المخلصين. فإذا أردت أن ترفع من قيمة النبي يجب أن تقول إنه عبد الله ورسوله. بعض الديانات الأخرى، بعض الأقوام رفعوا من يعني هم ظنوا أنهم يرفعون من قيمة أنبيائهم، فجعلوا منهم آلهة وجعلوا منهم شركاء لله عز وجل، لذلك ضلوا وأضلوا وأساءوا لأنبيائهم، لأن النبي لا يريد منكم ذلك، لا يريد منكم أن تجعلوا منه إلها. إذن أيها الأحبة، أول شيء نكتشفه في هذا الأذان أن اسم الله في أول الأذان وفي آخره، ليبقى في ذهنك من تنادي، ليبقى في ذهنك عندما تقوم إلى الصلاة تقوم من أجل من؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. فبدأ باسم الله وانتهى باسم الله. طيب دعوني الآن أرى كم كلمة، أنا سأستخدم برنامج الوورد، وهنا عداد الكلمات هنا أيها الأحبة، وهذا عداد إلكتروني طبعا ليس له علاقة بالبرنامج، عداد إلكتروني هذا موجود في برنامج وورد، يعطيني هنا عدد الكلمات 50 كلمة. إذن أنت تصلي 5 صلوات وتأخذ أجر 50 صلاة، والأذان جاء 50 كلمة، يعني لطيفة من لطائف هذا الأذان. طيب انظروا أيها الأحبة، أنا سأضع هذا الأذان هنا على البرنامج. طبعا هذا هو الأذان أحبتي في الله، من الله أكبر إلى لا إله إلا الله. طبعا إذا طلبنا من البرنامج أن يقوم بفرز كلمات وحروف النص، أول نتيجة نجدها أن الأذان يتألف من 50 كلمة كما رأينا، 50 كلمة، ولكن هنا يوجد مفاجأة أحبتي في الله، أن هو رتب لنا هنا، هو البرنامج يرتب لنا الكلمة الأكثر تكرارا وأخيرا الكلمة الأقل تكرارا. لاحظوا يعني في الأعلى الكلمة الأكثر تكرارا هي الله، تكررت 11 مرة. سبحان الله، والله أيها الأحبة الجلد يقشعر من هذه النتيجة. تقولون هذا كلام بشر؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصنع نداء لنفسه كان الأجدر به أن يذكر اسمه واسم بلده كما يفعل من يصنعون الأناشيد، ولكن جاء هذا الأذان ليبدأ باسم الله وينتهي باسم الله، والكلمة الأكثر تكرارا هي اسم الله، والعدد 11 له دلالة هنا أيها الأحبة. أعود إلى البرنامج، انظروا معي هنا، اسم الله تكرر 11 مرة، يعني دعوني أكتب هنا. طبعا دعونا نعد، 1 2 سأعد يدويا لكي يعني يطمئن القلب، 3 4 5 6 7 8 9 10 11. انظروا إلى توزع هذه الكلمة الرائعة أيها الأحبة عبر كلمات الأذان، انظروا تأملوا معي أيها الأحبة هذه اللوحة الرائعة، كيف أن اسم الله يتكرر 11 مرة.
طيب لماذا العدد 11؟ لماذا يعني ليس 12 أو 10 أو 9؟ الحقيقة العدد 11 هو العدد الوحيد الذي يتألف من واحد وواحد، ولا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد، لأن الله واحد ببساطة. رأيتم أيها الأحبة، يعني هناك حكمة حتى من تكرار اسم الله 11 مرة، هناك حكمة. دعوني قبل أن أنتقل لمتابعة الإعجاز في الأذان، هنا لابد أن أرجع إلى القرآن. طب إذا كان اسم الله هو الاسم الأكثر تكرارا في الأذان، طيب ما هو الاسم الأكثر تكرارا في القرآن؟ الله، تكرر 2699 مرة، 2699 مرة. وهذا الأمر أيها الأحبة أخطأ فيه كثيرون في طريقة إحصاء اسم الله في القرآن. بما أننا نفتح البرنامج الآن، فدعونا نبحث، دعوني أنتقل وسأعود طبعا لمتابعة الإعجاز في الأذان. أنا هنا أيها الأحبة سأبحث عن الكلمات التي يوجد فيها، سأكتب باللغة العربية، لام لامها، لأن اسم الله يعني هناك إلهكم، هناك الضلالة، لأن الرسم العثماني تظهر الحروف لام لامها، تظهر في بعض الكلمات الله، فنحن نريد فقط اسم الله. فهذه طريقة إحصاء اسم الله في القرآن. سنبحث عن الكلمات التي يوجد فيها لام لامها، كما نرى الله لله بالله، الضلالة لا نريدها. طبعا هنا أيها الأحبة سأستثني الكلمات التي مثلا ظلالهم، ضلالة مثلا، يضلله فيها لام لام، الكلالة، اللهم لا نريدها حاليا في الإحصاء. إذن أنا لدي الله لله بالله والله فالله ولله فالله أبالله تالله وتالله. إذن عندي هنا أيها الأحبة عدد كلمات الله في القرآن كم؟ 2699. 2699 ولها عدة صيغ، لله فالله فلله أبالله إلى آخره. إذن 2699. طيب كم عدد صفحات القرآن؟ القرآن 600 صفحة، يعني إذا قمنا مثلا باستخدام الآلة الحاسبة أحبتي في الله وقسمنا 2699 على 600، يعني أنا لدي في كل صفحة لا يقل عن 4 إلى 5 مرات، من 4 إلى 5 مرات في كل صفحة. إذن الاسم الأكثر تكرارا بالفعل، لا يوجد اسم في القرآن ذكر مثل اسم الله، ولا كلمة حتى باستثناء واو العطف وهي حرف ليست كلمة. إذن أيها الأحبة، الذي جعل اسمه هو الأكثر تكرارا في القرآن هو نفسه الذي أنزل الأذان وجعل اسمه هو الأكثر تكرارا. هنا أيضا لدي ملاحظة، أن العدد 11 عدد أولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد، والعدد 2699 عدد أولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد. لماذا؟ لأن الله واحد، كل شيء في هذه الأرقام ينطق بوحدانية الله أيها الأحبة. طيب إذن أنا دعوني أكتب هنا أيها الأحبة
أن اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الله هو الأكثر تكرارا في الأذان وفي القرآن. إذن اسم الله هو الأكثر تكرارا في الأذان وفي القرآن أيضا. سبحانك يا رب. تكرر في الأذان كم قلنا؟ 11 مرة. وفي القرآن تكرر 2699 مرة. وكلاهما عدد أول، يعني العدد 11 أيها الأحبة، سأستخدم لون آخر، هو عدد أولي، والعدد 2699 هو عدد أولي أيضا. فهذا يدلك على التناغم، على التناغم التنزيل من الله سبحانه وتعالى، أنه كله متناسق، مما يدل على أن المنزل واحد عز وجل. طيب الآن دعوني أعود للبرنامج أيها الأحبة، وأقوم ب هنا، هذا هو الأذان. قلنا إن الأذان يبدأ باسم الله وينتهي باسم الله، ويتألف من 50 كلمة. الأذان يتم 5 مرات في اليوم، والحسنة بعشر أمثالها 50، 5 × 10 ب50. والأذان يتألف من 50 كلمة، ونحن نصلي 5 صلوات، 5، ولكنها في الأجر تعادل 50 صلاة. طيب هنا أيها الأحبة، أنا فقط لدي، سأعود، قلنا أكثر كلمة تكررت هي الله، يليها مباشرة كلمة أكبر 6 مرات. يعني أكثر عبارة تكررت هي الله أكبر، ليقول لك انظر هذا الكون، انظر من حولك البشر، الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. كم ركعة نصلي في اليوم أيها الأحبة؟ نصلي 17 ركعة. نصلي في اليوم والليلة لله عز وجل 17 ركعة. الفجر 2، الظهر 4، 6، العصر 14، المغرب 3، والعشاء 4، المجموع 17. 17 ركعة. العجيب، دققوا معي هنا، الحروف الهجائية التي يتألف منها الأذان هي 17 حرفا. الحروف الهجائية التي يتألف منها الأذان 17 حرفا. سبحان الله. يعني اختار الله سبحانه وتعالى للأذان من حروف اللغة، حروف اللغة 28 حرفا كما تعلمون، اختار منها كم؟ 17 حرفا بعدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة. سبحانك يا رب. انظروا، انظروا المفاجأة الآن أيها الأحبة، أكثر حرف تكرر في الأذان ما هو؟ ألف، يليه لام، يليه هاء. لا إله إلا الله. رأيتم أيها الأحبة، الألف هو الأكثر تكرارا، ثم اللام، ثم الهاء. الألف 47 مرة، اللام 45 مرة، الهاء 20 مرة، ثم حرف الياء 8 مرات، ثم حرف الراء 8 مرات والحاء مثلها، ثم الكاف والدال والباء 6 مرات كل منها، ثم النون والميم والعين والشين 4 مرات لكل منها، ثم الواو والفاء والصاد والسين مرتين مرتين، وهناك 11 حرف لم يذكر. أيضا عدد أولي، يعني 11، ليقول لك إن يعني دلالة للعدد 11 أنه دليل على وحدانية الله، أن الله عز وجل استخدم من حروف اللغة العربية 28 حرفا، 17 حرفا بعدد الركعات المفروضة، واستثنى 11 حرفا أيضا عدد أولي،
لاحظتم العدد 11 كيف يتكرر، دليل على وحدانية الله عز وجل. طبعا هنا أيها الأحبة، يعني عندما نتأمل هذا الأذان نجد أن فيه إعجازا مبهرا من حيث ترتيب الكلمات. يعني مثال على ذلك، دعوني أعود هنا إلى الملف. الأذان يبدأ باسم الله وينتهي باسم الله. انظروا أيها الأحبة آخر عبارة فيه ما هي؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تتألف من 12 حرفا. هنا أيها الأحبة، إذا لا إله إلا الله تتألف من 12 حرفا بعدد أشهر السنة. لاحظتم؟ وهنا أنا لدي أيضا من لطائف الذكر أن عبارة لا إله إلا الله 12 حرفا، وعبارة محمد رسول الله أيضا 12 حرفا، 12 12 توازن، سبحان الله. إذن الشيء الملفت أن عدد مقاطع الأذان، انظروا أيها الأحبة، سأرقم أنا، مقطع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، وهكذا، يتألف من كم مقطع؟ 12 مقطعا. يتألف أيها الأحبة الأذان من 12 مقطعا، سبحان الله، بعدد أشهر السنة، وينتهي بعبارة هي لا إله إلا الله 12 حرفا بعدد أشهر السنة، ليقول لك هذا الخالق عز وجل هذا الأذان لا يمكن أن يتوقف على مدار السنة إلى يوم القيامة. وبالفعل إذا نظرنا إلى توقيت الأذان نجد أنه في كل لحظة هناك أذان في منطقة ما على هذه الأرض، في كل لحظة هناك أذان في منطقة ما على هذه الأرض، دليل على أن الأذان لا يتوقف مدارش الأشهر، أشهر السنة. إذن أيها الأحبة، أنا لدي هنا أكثر كلمة تكررت في الأذان هي اسم الله، وأكثر حروف تكررت هي الألف واللام والهاء. طيب كم حرف ألف وكم لام وكم هاء؟ دعوني أعود لي البرنامج أيها الأحبة وأعيد إحصاء هذه. أنا لدي حرف الألف 47 مرة، واللام 45، والهاء 20. سأكتب هنا أيها الأحبة، استخدم الآلة الحاسبة، 47 زائد هذا الألف، اللام 45 زائد الهاء 20، كم المجموع؟ 112. العدد هنا 112 ما دلالته أيها الأحبة؟ أنا سأذهب معكم إلى السورة رقم 112 في القرآن. دعوني أعرض صور القرآن هنا وأذهب إلى السورة رقم 112. ما هي هذه؟ قل هو الله أحد. يعني سورة تشير للوحدانية، والعجيب أن عبارة قل هو الله أحد تتألف من 11 حرفا، سبحان الله. قل هو الله أحد تتألف من 11 حرفا، عدد 11 قلنا عدد أولي وفيه واحد وواحد، تأكيد يعني على وحدانية الله، ولا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد، له خصوصية العدد 11. الشيء الآخر أيها الأحبة، أننا نعلم أن الأذان يتم في اليوم كم مرة؟ 5 مرات، والركعات التي نصليها لله عز وجل 17 ركعة، 17 ركعة. الحقيقة هناك لطيفة باللطائف الأذان، أنني عندما قمت بالبحث عن السور التي ذكر فيها اسم الله، كم سورة؟ نحن قلنا أن اسم الله هو الأكثر تكرارا في القرآن، ذكر كم مرة؟
2699 مرة. وهذا الأذان أو هذا الاسم الكريم ذكر في القرآن كما قلنا 2699 مرة في 85 سورة، يعني 85 سورة ذكرت اسم الله. العدد 85 ماذا يساوي؟ يساوي 17 في 5، عدد الركعات مفروضة في عدد أوقات الأذان. 5 مرات في 17 يعطيك 85، هو عدد السور التي ذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. وأنا لدي هنا مقالة طبعا على الموقع، يمكن لمن أحب أن يتأملها. طبعا سألخص حاليا. الأذان قلنا 12 مقطع وينتهي بعبارة لا إله إلا الله 12 حرفا للدلالة على استمرار الأذان طيلة أشهر السنة ولا يتوقف إلى يوم القيامة. وهنا أيضا من عجائب القرآن أن كلمة أذن تكررت مرتين، وكلمة مؤذن مرتين، وكلمة أذن مرة، المجموع 5 مرات بعدد مرات الأذان. هذه أيضا من لطائف الأذان. وهذه الآيات هنا أيها الأحبة. الأذان يتألف من 50 كلمة ويرفع 5 مرات والحسنة بعشر أمثالها. عدد الركعات المفروضة 17، وعدد الحروف المستخدمة في الأذان 17 حرفا، وهي هذه هي الأحرف 17 حرفا. متى فرضت الصلاة أيها الأحبة؟ ليلة الإسراء والمعراج. طيب رقم سورة الإسراء كم؟ هو نفس عدد الركعات المفروضة 17. افتحوا القرآن ستجدون أن سورة الإسراء رقمها 17، والصلاة فرضت ليلة الإسراء 17 ركعة أو 17 ركعة، سبحان الله. وهنا أيها الأحبة بدأ الأذان باسم الله وختم بنفس الاسم، واسم الله هو الأكثر تكرارا، والألف واللام والهاء تكررت 112 مرة، وهو رقم سورة التوحيد والإخلاص، سورة الإخلاص قل هو الله أحد. أيضا لدي هنا أيها الأحبة عدد السور التي ذكر فيها اسم الله هو 85 سورة، يساوي 5 في 17، أي عدد مرات الأذان في عدد الركعات المفروضة. والله أيها الأحبة يعني لا أتصور أن أي إنسان عاقل يستطيع أن يقول كل هذا بالمصادفة. يا أخي حتى لو كان مصادفة، مصادفة جميلة أن تجد أن الكتاب الوحيد في الكون الذي يتكرر اسم مؤلفه، اسم مؤلفه بهذا الشكل الكبير 2699 مرة هو القرآن فقط، لا يوجد غيره. ولا يستطيع أحد أن يؤلف كتابا يجعل من اسمه الكلمة الأكثر تكرارا، لا يستطيع. أن نجد أن الأذان أيضا فيه اسم الله هو الكلمة الأكثر تكرارا، هذا أيضا شيء ملفت للانتباه. أن نجد أن عدد حروف التي تركب منها الأذان الحروف الهجائية هو 17 حرفا، هو يساوي عدد الركعات المفروضة، وهو رقم سورة الإسراء حيث فرضت الصلاة ليلة الإسراء. مصادفة جميلة، أعتبرها مصادفة ولكن جميلة، يعني تستدعي التفكر. أن تجد أن هذا الأذان يبدأ باسم الله وينتهي باسم الله أيضا شيء جميل. إذن أيها الأحبة أنا فقط هذه الحقائق تدعونا لأن نتفكر ونتدبر في 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 يعني هذا الخالق العظيم ودقة كلمات القرآن ودقة كلمات الأذان. ونسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.